قضية والله المجتمع يضغط وضغوطات المجتمع، الدين دين لابد أن يوضح. أما كون الناس معرضين عن الأخذ بالشرع ويتبعون أهواءهم ونجعل الشرع تابعا لهم، لا، وإنما علينا أن نبين الحق وأن نبين الحكم الشرعي بالدليل لو لم يقبله أحد. أما لما نرى الناس والله من الناس بحاجة إلى أن يجوز لهم في هذا الأمر. ولذلك صاحب لابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت ابن عمر فيقول: كثيرا ما سمعته يقول لا أدري. فيقول: التفت إلي فقال: أتدري ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسورا لهم على متن جهنم. انفذ بجلدك حتى أهل بيتك يتبرؤون منك، حط منك من النار مطوع. لكن هذه اللفظة ما تجوز أصلا. لماذا؟ لأنه عليه أن يبحث عن أهل العلم. ولذلك ماذا قال عز وجل عن اليهود مع أنهم علماء؟ قال: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ليس كل عالم أنه يستفتى، لابد أن يكون صاحب ديانة.